أصل نظيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف رجع الحلاوة حلاوة ده بلدي ونجا ونجا وانا بص على الحلاوة حلاوة ده بلدي ونجا ونجا تعال دوق يا حلو بلدي تعال دوق خد لك صندوق يا حلوة يا شايلة البلاط من فضلك دلس جيني يا حلوة يا شايلة البلاط من فضلك دلس جيني ده قلبي حبك بخلاص زي ما حبك حبيني زي ما ودك وديني لم الملس لمي يا حلوة يا زينة لم الملس لمي 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 يا حلوة يا زينة عقلي شرد مني من جمالك يا حلوة يا يا زينة ياللي جمالك عجب يا محلى خلقالك جمال وعدل وأدب يا مشرفة خالك ياللي جمالك عجب يا محلى خلقالك جمال وعجل وأدب ومشرفة خالك عالدلال يا ابو كحل سبا سيب عالدلال عالدلال ميل وسجيني يا واد عمي ميل وسجيني انا مش عطانة يا واد عمي حبك يرويني ميل وسجيني يا واد عمي ميل وسجيني انا مش عطانة يا واد عمي حبك يرويني يا واد يا واد يا واد يا ولا من صغر سني وانا في الهوى يا واد يا واد يا واد يا ولا من صغر سني وانا في الهوى انا العليل وانت الدوال يا واد يا واد يا واد يا ولا دق يا ساعة وقولي بالحق وقولي بالحق والله يا قلب انا سامعتك انا سامعتك دق يا ساعة وقولي بالحق وقولي بالحق والله يا قلب انا سامعتك انا سامعتك الساعة كام على باب السيمة الساعة كام الساعة كام اهدى اهلا 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 ده ايه الحلاوة دي يا أولاد ايه الحلاوة دي يا أولاد يا رب تتبسطوا عندنا النهاردة في أربعة شارع شريف وتنطلقوا وتمرحوا معانا وعندنا زي كل يوم ثلاث منامين وأهلا أهلا احكي لي بقى عاملة ايه النهاردة عاملين يا سيدي لا انت عاملة ايه انا مبسوطة والحمد لله انا شايف كده برضو عاملة ايه بقى عاملين كفتة كمونية برضو دخلنا في الكمونية دي بتاعت يحيى وعاملين بطاطس روستو بالجبن
وكيكه جوز الهند بدقيق السمين. يا حلاوتك جميله انت والله العظيم. قريبه البسبوسه. اي لاف يو. قولي لي اي لاف يو تو. اي لاف يو تو طبعا ده من غير ما اتكلم يعني. معقوله كده يعني؟ اهلا بيكي. بعد ما نخلص مع منامينو زي كل يوم ثلاث هنروح كده الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. بعد كده نرجع لاحلى حكايات في الدنيا مع سوسو سعاد سليمان. اهلا. عجبك انت المزيكا دي؟ قوي. لطيفة. اخبارك ايه؟ الحمد لله. داني فادي هات لها قهوة سادة. ليه سادة؟ عشان تفوقي من ساعة ما دخلتي الشارع عمالة تتوبي. مظبوط. مظبوط عشان تفوق. ماشي انا موافقة. اتفضلي. هنتكلم عن مين النهاردة بقى؟ احنا هنتكلم عن مين يا منى؟ نسيتي؟ هنتكلم عن بيكاسو. ما بقول لك هات لها قهوة عشان تفوق. هي نسيت فعلا. بيكاسو. بابلو بيكاسو. بابلو بيكاسو. يا سلام عليكي منوره. تسلم. اهلا وسهلا بيكي. بعد ما نخلص مع سعاد سليمان عندنا فاشن شو النهارده هتشوفوا حاجات حلوه قوي مهففه قوي والديزاينر النهارده جايبه معاها هوا اسكندريه في 4 شارع شريف ونسمات اسكندريه فتحيه خاصه لمصممه الازياء استاذه داليا يعقوب. اهلا اهلا. منورانا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حاجاتك الوان هتجنن. مختلفه. والفي اللي وراكي اهو في الفيترينا تحفه الابيض قد ابيض قد اسود ابيض واسود ومنامينو لابسه من عندك برضو حاجه لطيفه. منامينو هي عطي الالوان يعني رونق. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. بداتي من قد ايه في عالم الازياء؟ من 4 سنين. من 4 سنين. هنعرف النهارده بقى قصتك ونشوف كل الديزاينز الخاصه بيكي. منورانا. مدام في فاشن شو يبقى اكيد ايرا واخواتها بنات الشارع الحلوين منورين. اهلا. اخباركم ايه؟ جعانين؟ جعانين اه؟ الاثنين اللي ورا جعانين؟ جعان؟ انت مش جعانه؟ انت واكله ايه النهارده؟ اتغديتي ايه؟ ملوخيه؟ ايه؟ فته؟ حواوشي؟ كوارع؟ مش فاكره. ماشي يا اختي ما تفتكري بقول لك. طيب عندنا النهارده كمان مزازيكي مع مؤمن خليل. اهلا اهلا الله. وحشتوني يا اولاد. بقى لنا كتير قوي ما سمعناش نشيد يوم الثلاث. يلا نسمع نشيد يوم الثلاث. نسمع نشيد يوم الثلاث وبعدين ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم في الرساله مع منامينو. لو سمحتوا خليكم معانا مزيكا. تحت الشباك ولمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع. تحت الشباك لمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع. إذا عدت قصاد البيت إذا عدت قصاد البيت أبوس رجليك تبص لفوق وتطفي الشوق أمان عليك. بص واتكلم واتفرج يا جدع آه يا سلام سلم على حبك يا جدع. اه يا شعرك اه يا عزيزه ده شعرك سلب الجمال. اه يا شعرك اه يا عزيزه ده شعرك سلب الجمال. اه يا عيونك اه يا عزيزه عيونك ده عيون غزلان. اه يا عيونك اه يا عزيزه عيونك ده عيون غزلان. الحلو في البرندة شاور لي وبص لي والقلب في الزمان ده بسرعة بيتملي. الحلو في البرندة شاور لي شاور لي وبص لي. الحلو في البرندة شاور لي وبص لي والقلب في الزمان ده بسرعة بيتملي. الحلو في البرندة شاور لي شاور لي بص لي.
هي بتاع التفاح لون تفاحك راح تاخده الست الكل يا بتاع الياسمين مين يندهلك مين واحنا معانا الفل يا بتاع الرمان رمانك غلبان بص علينا وطل دي حورية يا ولا ولولية يا ولا وعنيا يا ولا اه يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا والنبي يا ولا يا 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 دار الطب حلمك هيبقى حقيقة. رجعنا لكم مرة تانية ومعادنا دلوقتي في عيادة 4 شارع شريف مع أستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. منور كالعادة. سؤالنا النهاردة بيقول الحالات اللي من المفترض نعمل لها تجميد للبويضات إيه هي الحالات؟ بص هو طبعا يعني قصة تجميد البويضات دي موجودة من زمن طويل على فكرة من أكثر من 15 سنة. أوكي. وتجميد البويضات المفروض أنه يكون له سبب علمي أو social reason اللي هو الأسباب المجتمعية. السبب العلمي أو السبب الطبي أنه يكون كفاءة المبيض بدأت تنخفض أو مخزون المبيض بيتصارع في الانخفاض أو السيدة دي خايفة أن هي يحصل عندها دروب أو نزول في كفاءة المبيض ويعني لازم تحترم نفسية هؤلاء السيدات لأنه في منهم فعليا المجتمع الطبي حواليهم شبه لهم بأنه في وقت من الأوقات المبيض سوف يتوقف عن العمل. معلش هل الحالات اللي بياخدوا كيماوي وكده برضو؟ ده نمبر 2. السيدات اللي عندهم أمراض في المبيض سرطانية أو الستات اللي هيبقى عندهم علاجات هتتاخد لأسباب معينة ليها السرطانات وهذه الأدواء أيا كانت حتى لو هيتقال لهم أن الأدواء دي شبه آمنة على المبيض أو لو اتقال لهم أن هم هياخدوا علاج إشعاعي وهيتحط الكفرز أو الشيلدز على الجهاز التناسلي برضو دول أنا بقترح أن هم يجمدوا بويضات. في جزء تاني وهو تقدم سن البنوتة اللي لم تتزوج أو اللي تزوجت ولم تنجب أو تزوجت وأنجبت وحاليا هي منفصلة وهي عايزة تجمد بويضات للاستخدام في المستقبل. ما هو مهم بالنسبة لي أو العامة إن هم يبقوا عارفينه إن هذا الإجراء هو ليس إجراء معقد. هذا الإجراء كان يحدث وبيتعمل بقاله سنين طويلة. تجميد البويضات هو يختلف تماما عن تجميد الأجنة أو تجميد الحيوانات المنوية لأنه من فسيولوجية الجسم تقدر تعرف أن الحيوان المنوي بيمشي في رحلة طويلة جدا لحد لما يوصل للبيضة عمره داخل جسم المرأة أيام ولكن البويضة عمرها داخل جسم السيدة جسم الست اللي طلعت البويضة لا يتعدى بضع ساعات. أوكي. وبالتالي البويضة يعني هشة شوية بالنسبة للجنين أو الحيوان المنوي وعشان كده ده بياخدنا لأنه عدد البويضات اللي بيتجمد ويختلف تماما عن عدد البويضات اللي هيكمل لما يتفك من التجميد هيختلف تماما عن عدد البويضات الجيدة التي تصلح للاستخدام في يوم من الأيام هيختلف تماما عن الاختلاف في جودة البويضة من ساعة لما تجمدها
لساعة لما تفكها من التجميل. الحاجات دي مهمة، وعشان كده في سيدات احنا بنحب ان احنا نعمل لهم اكثر من مرة محاولات تنشيط عشان نجمد لهم اكثر من بويضة، عشان هؤلاء يبقى عندك عدد من البويضات. ان كانت هذه السيدة هي سيدة او بنوتة يعني لم يحدث حمل سابقا او لم تتزوج، الدخول للبويضات يختلف عن الدخول لو هي تزوجت قبل كده او لو هي متزوجة وعايزة تجمد بويضات. والدخول ما بيبقاش من المهبل، بيبقى عن طريق البط، ونفس الإبرة اللي هي بتسحب نفس الإبرة اللي هي بتسحب البويضات من تحت بتتحط على الجهاز بتاع الموجات الصوتية اللي هو من البطن، وتوجه ناحية المبيض وتلتقط البويضات. وهذه التقنية هي أصعب شوية من التقنية بتاعت لو متزوج لو انت هتاخد البويضات من بالمجس المهبلي من بالمجس المهبلي عشان تدخل جوه المبيض وتجيب هذه البويضات. أوكي. تاني لازم تدرس كويس، يعني انا بعمل ده ليه، لانه ما هياش زي اللي بتنفخ شفايفها وبتلبس عدسه لاصقه لونها مختلف عن لون عينيها ولا بتزبط شعرها. لانه طبعا خد بالك هو بيبقى فيه نوع من انواع زي ما بيقولوا الامل انه هذه البويضات سوف يكون لها مستقبل في عمل جنين، وده موجود بس لازم يكون مدروس شوية، مش مجرد ان انا يلا اسحب لأي واحدة ست جاية بتقول انا عايز اجمد بويضات وخلاص. اوكي، بشكرك يا دكتور. شكرا. شكرا ليك. بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. وخلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معانا لو سمحت. اربعة شارع شريف. اربعة شارع شريف. شارع شريف. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. احكي يا شهرزاد، احكي لشهريار، اشغلي له ليل وطلوع النهار. احكي يا شهرزاد، احكي لشهريار، اشغلي له ليل وطلوع النهار. حيري له باله وغيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد، احكي لشهريار، اشغلي له ليل وطلوع النهار. احكي يا شهرزاد، احكي لشهريار، اشغلي له ليل وطلوع النهار. حيري له باله وغيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد، احكي يا شهرزاد، احكي يا شهرزاد. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. لاحظتوا حاجة؟ الصور اللي بنعرضها في الكليب الخاص بالفقرة، كل الناس اللي ما كانش في بقى ساعتها لا في فلتر ولا كان في بوتوكس ولا كان في فيلر ولا كان في الخيوط، ما كانش في الحاجات دي خالص، وكلهم طالعين وشهم رايق جدا. فاحنا لو قعدنا نفكر هنلاقي ان عصر السرعة والتنشنة والعصر اللي احنا عايزينه ده بيكرمش البشره، مش كده ولا ايه؟ عصر التوتر. طبعا التوتر نفسه والقلق، وطول الوقت عايز تفتح السوشيال ميديا تعرف ايه اللي جرى وايه اللي حصل، والادرينالين يخبط في دماغك وحاجات بالشكل ده. طبعا ده كله لا يعني في صور كمان لناس مش بيشتغلوا في السينما،
والشوم فلة والشوم حلو ورايق كده. تفتكر ممكن يكون التصوير الابيض واسود هو اللي كان بيعمل ممكن ده؟ شويه طبعا ده اكيد ده اكيد. واعتقد ان هما ايامهم ما كانش فيه التلوث الموجود طبعاً في الجو ده، وكان الاكل بخيره طبعاً وطازه. ما كانش فيه التنشنه، الناس كانت بتنام بدري لان ما كانش فيه لا تلفزيون اصلا، وكان يدوبك اذاعه بالعافيه يعني. فاكيد الدنيا كانت اهدى بكتير. كمان انا اعتقد ان فكره الشغل اليدوي، يعني ان الناس كانت بتشتغل بايديها. انت عارف ان في ناس دلوقتي ما بتعرفش تكتب بالورقه والقلم؟ انا منهم. طيب انا اخر مره مسكت قلم لما بمضي، غير كده ما بكتبش. فكانت الناس بتكتب بالورق، يعني قصدي بيشتغلوا بالايد. معظم الاشغال اليدويه دي بتخلي الجسم يفرغ طاقه، فبيعمل زي بس غير كده يعني. هو الاصطفاء الذهني. لا هو لا بس مش ده، مش عشان كانوا بيكتبوا فيه. لا هو لا مش قصدي الكتابه، الحياه عامه. ما دلوقتي في العمال بيشتغلوا بايديهم، الصناعيه بيشتغلوا بايديهم، والناس اللي هي معانا في الاستوديو بيشتغلوا بايديهم. بس اللي احنا بنقصده ان زمان من اكتر من 50 سنه، ويمكن قبل عصر التكنولوجي، ويمكن قبل الثوره الصناعيه في العالم، لا طبعا الدنيا كانت مختلفه. صحيح. والناس مدها ومزاجهم كان مختلف. انت كل لما بنتقدم، هو بالنسبه لي ده مش تقدم، ها، كل ما كل حاجه بتنحدر، بتنحدر حتى الذوق العام. الاغاني، انت لو قعدتي دلوقتي تبصي، احنا مثلا في مصر بنقول ايه، احنا مش عاجبنا الاغاني دلوقتي، احنا انا وانت يعني، او اللي زينا الجيل بتاعنا. بره كمان في اوروبا في امريكا وفي الهند، كل الشعوب دي مش عاجبهم الاغاني الحاليه. فاهمه ازاي؟ لانها بقت شبه الحاجات بتاعتنا، اللي هو الناس بتطلع تجعر. ده بقى ولا في العالم. تفتكر الحنين والنوستولوجي والزمن اللي بنفتقده؟ لا احنا مش احنا بس اللي بنفتقده. الماضي بيبقى احنا بنفتقده. حنين كده. احنا اللي بنفتقده، الاجيال الجديده مش فارق معايا، الاجيال الجديده حاجه تانية خالص. والفجوه اللي بيننا وبينهم عندي سؤال لوزعي. تفتكر الاجيال الجديده دي بعد 20 30 سنه زي الشاب الوسيم ايهاب ده، بعد 20 30 سنه هيفتقدوا اللي احنا بنعترض عليه دلوقتي وشايفين انه زفت؟ احنا مش هنقول دلوقتي احنا مش شايفين انه زفت ولا حاجه، مش شايفينه، مش على مزاجنا. بس هو احنا زمان كنا بنقيس، بنقول ان كل بين جيل وجيل 33 سنه. صح. دلوقتي كل جيل بين كل جيل وجيل 3 سنين. انت متخيله؟ هو الجيل 10 سنين. لا الجيل 33 سنه. كل جيل 33 سنه. لا تقصد اللي ما بين كل جيل واخر 33 سنه. يعني كل 33 سنه في جيل، بنقول نيو جينيريشن افري 33 ييرز. اوكي تمام ماشي. انت دلوقتي كل 3 سنين في جيل. يعني لو ايهاب دلوقتي عنده 25 سنه، المفروض جيله ده 33 سنه فوق واصغر منه. هو دلوقتي عنده 25، اللي عنده 18 سنه غير ايهاب خالص. عكسنا. انت ما كنتي تقعدي مع جدودك، الفرق بينك وبينهم مش كبير قوي. يمكن ممكن يبقى في التعليم انت اتعلمتي اكتر منهم، بس هتلاقي نفس نوعيه المزيكا، نفس نوعيه الحوار، قريب من بعض، كان مفردات الكلام بالظبط. لكن انت دلوقتي حضرتك لو قعدتي مع شاب عنده 19 سنه او 15 سنه، بفهم في الغالب انت مش هتفهمي اي حاجه، بفهم. وهو كمان مش هيفهم منك اي حاجه. لكن الجيل الصغير ده كتير منهم عندهم ثقافه اكتر مني ومنك، مش تبقي فاهمه ده بجد. ما تنحيش كده. لا 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 مش بتنح. لا لا هي نوعيه الثقافه ايه؟ لا لا ثقافه محترمه جدا جدا. التليفونات اللي هم ماسكينها دي، مش احنا بنظلمهمش، زي ما بيخشوا يلعبوا جيمز ويعملوا تشات ويشوفوا حاجات مش المفروض يشوفوها، هم في نفس الوقت بيخشوا يكتشفوا حاجات في العالم وفي الكون احنا ما نعرفهاش وما عندناش اي درايه بيها. ودي حاجه تحسب ليهم. اللي انت تقعدي طب تحسب ليهم، تحسب علينا؟ طبعا هم سبقونا بكثير. احنا لسه عايشين في العصر القديم ومش عايزين نطلع منه. انا واللي زيي وانتي واللي زيك، احنا عايشين في النوستالجيا بتاعتنا ومش عايزين نطلع منها. خلاص عملنا الشرنقه والبابل بتاعتنا. هم لا، هم صغيرين. بس وهم صغيرين غير ما احنا كنا صغيرين برضو. طب انا عندي سؤال. تفتكر
انا هديكي مثال قبل ما تقولي السؤال. انا قعدت مع مجموعه اطفال قلت لهم تعالوا نتفرج على فيلم حاجه من العلم والايمان لدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. الحلقه كانت عن البومه خلاص. انا فاكر لما انا شفت الحلقه دي وانا طفل قعدت منبهر ومستني بقى الفيلم، عارفه ما يجي لنا الفيلم ده عشان اشوف البومه اللي بتلف وراسها كلها بتلف. اول لما دكتور مصطفى محمود ابتدى يتكلم العيال اللي معايا اللي عندهم 11 سنه كانوا قالوا لي كل الحاجات اللي هو هيقولها واكتر كمان واكتر. فاهمه ازاي؟ وبالعربي بالانجليزي خلاص. فانا طفيت واعتذرت لهم عشان يعني اكراما لماء الوجه زي ما يقولوا. فهم لا هم في حته تانية خالص. انت كنت هتقولي حاجه. تفتكر اللي المواليد الجدد بيتولدوا بجين ليه علاقه بالالكترونيات؟ لا ما اعرف. لا ما اعرفش. يعني تلاقي عيل عنده سنتين وماسك الموبايل، يعني ده ازاي؟ لا هم شافوا ده اهاليهم من كتر ما الاهالي طول الوقت. اصل سنتين لا لا ما هو اكتر شويه، لان كل حاجه بقت بزراير. يعني احنا ايامنا اصلا واحنا اطفال ما كانش في ريموت كنترول. صح. انت دلوقتي بتلاقي اللي عندهم 3 و4 سنين مش غير لي ريموت كنترول بيعرف يفتح التلفزيون ويقفله ويغير محطات. احنا اول اما انا اول مره في حياتي اشوف الريموت كنترول كان عندي مثلا 12 سنه او اكتر. لا قعدت اسبوع عشان اتعلم الزراير. دلوقتي ما هم لا في ثواني. لا هم عشان بقول لك الفرق بيننا وبينهم كبير فلازم ما نظلمهمش عشان هم اشطر. لا انا بسال مش بتهم. لا لا اصل احنا كتير قوي بنتهمهم ان هم غير مثقفين وهم جهله وهم وهم وهم. لا هم مش كده. لا انا عارفه ان هم مش كده. لا لا لا, 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 لا. هم الحاجه الوحيده اللي مش عجباني فيهم المزيكا اللي بيسمعوها. وانا كمان. بالظبط. لكن غير كده هم الجيل الجديد ليهم الف سلام وتحيه لانهم مختلفين. زمانهم. 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 واحنا مش هناخد زماننا وزمان غيرنا. صحيح. فمش هنقدر يلا قولي بقى البلغاني الحاجات. قولي بقى البلغاني والحاجات دي. بلغاني ايوه جمهور السعيد، جمهور القمر، شريف مدكور، ذو العقل الرشيد. جدع يا دي اسلام. طيب احنا النهارده هنتكلم على فنان من اشهر فناني العالم في الفن التشكيلي، واللي اي يعني اصغر لوحه عنده بتتباع بمبالغ ملايين الدولارات ضخمه جدا جدا جدا، وفي ناس عايشه على يعني اللوحات اللي كانت اقتنتها بقى من مثلا هو مواليد 1881 وبدا يرسم وهو عنده 8 سنين. فلو حد عنده بس سكتش كده ورقه مكتوب عليها بس بيكاسو خلاص الدنيا، هو بقى راح في حته تانية بقى وبقى غني وحاجات كده. هو اتولد في اسبانيا في بلد صغيره اسمها ملقا. ملقا دي وملقا دي هي ملقا دلوقتي. بس هي اسمها بالعربي ملقا. هم غيروش كتير يعني. في اسبانيا لاب بيشتغل مدرس رسم، بيشتغل مدرس رسم ومدرب رسم. ولما اتولد هو كان عنده هو واخته بس، واخته ماتت وهي صغيره فبقى لوحده. هو اول يعني يقال ان اول نقطه اول كلمه نطقها كلمه حاجه ما معناها قلم رصاص، ودي كانت حاجه غريبه جدا. وابوه طبعا بيرسم، فهو لقى في رسم لابوه مش ناقصه، كملها اللوحه كده بيرسم فيها حمام، فهو كمل اللوحه. فلما جه الاب وشاف ابنه اللي كمل اللوحه عرف انه لابد ان يتوقف عن الرسم لانه في واحد اعظم منه بكتير جاي. ومن ساعتها الاب وهب يعني غير شغله طبعا وهب نفسه ان هو يعلم هذا الابن. اول لوحه كامله متكامله رسمها وهو عنده 13 سنه. ابوه وداه الاكاديميه الاسبانيه في مدريد. هو طبعا الاختبارات اللي غيره بيقضيها في شهر هو خلصها في اسبوع، واللجنه كلها انبهرت بيه. بس هو كان عنده مشكله، هو لا بيحب القيود ولا الالتزام ولا الانضباط. اي فنان ولا اي حاجه. اي فنان هيبقى هو بيسيب الدروس والمدرسين والفصل والحصص ويروح كده يتمشى كده في مدريد ويتفرج على المباني وعلى العالم ويبتدي. لا ومدريد اصلها فيها جميله شوية. يا جميلة. الله فتقول لي لا 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 ده مدريد فيها كمان مبنى. تقول لي دي جميلة. انت رحتيها؟ انت روحتي صح؟ انا رحت. لا مدريد فيها مبنى ملك. قعدت اسبوع. مبنى ملك سلطان بروناي.
في وسط مدريد. انا فاكر المبنى ده كله طالع منه تماثيل خيول 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 خيول. يا الله انا اول ما شفته جالي صدمه. لا مدريد فيها حاجات فظيعه جميله طبعا. ويقعد يرسم. ابوه زهق منه بقى فقال ان هو هيبعته للندن علشان يكمل تعليمه في لندن. وهو رايح لندن وقف في باريس، عجبته باريس قعد مرضيش يمشي، قال لك لا خلاص هو ده يعني المكان اللي انا مرتاح له. استأجر زي غرفة كده هو وأحد الأصدقاء، كانوا مقسمين الحياة بينهم، اللي ينام يعني هو ينام بالنهار ويشتغل بالليل والتاني العكس. العكس عشان الغرفة فيها سرير واحد، لدرجة ان هو كانت لما الغرفة تبقى ساقعة جدا كان بياخد الورق والكتب وكل الحاجات حتى لوحاته حطها في الدفاية علشان يتدفى، وطبعا يحرقها يعني. طبعا هيتدفى ازاي يعني. ضاعت عليه مئات اللوحات لحد ما بدأ يصاحب مجموعة الفنانين في باريس، وبدأ يعني اسمه يشتهر عالميا، وكل جامعي اللوحات يهتموا ان هو يقتنوا هذه اللوحات. بيكاسو، هو بيكاسو واسمه بابلو خوسي رويس، ورويس دي بتكتب بالذال او بالصاد او بالسه. لويزا، لويز زي لويزا كده. بيكاسو ده اسم امه ماريا بيكاسو، هو ما خدش من اسم ابوه حاجه. هو خد من وبنته اسمها ايه؟ بالوما. في عنده بالوما، وفي عنده في بارفان اسمها بالوما بيكاسو، مش عارف دي بنته بقى دي ولا ما بنته. بس هو عنده اربع اولاد وهو اتجوز مرتين. تعالي نشوف شويه صور. يلا يلا ورونا اول صوره لبيكاسو كده وهو طفل تقريبا مع اخوه. الصوره دي ايه؟ دي طفل مع اخته، مع اخته ماريا اللي ماتت بالتيفود وهي صغيره عندها اوكي 7 سنين. بيكاسو واخته ماريا، وكان عنده هنا 7 سنين. نشوف اللي بعدها. اوكي، وهنا بقى ابتدى يكبر شويه. في صبا بيكاسو هو صبي. اوكي، انيق جدا طبعا. و بيكاسو هنا مش شاب قوي، ده هنا حاجه و30 يعني او اكبر يمكن. اوكي، نشوف اللي بعدها. دي بقى لوحاته طبعا، هي لوحاته مميزه جدا يا سوسو. دي مرحله التكعيبيه. التكعيبيه يعني هو عنده مراحل فنيه. دي المرحله الاولى. المرحله الاولى المرحله الزرقاء اللي هي مش يعني دي المرحله التكعيبيه. اوكي، اللي بعده التكعيبيه. هنا في ما كبر بقى شويه، هنا فوق 60. اوكي، نشوف اللي بعدها. دي ايه بقى؟ تكعيبيه برضو، لوحه من لوحاته اللي هي المرحله الزرقاء اللي هي المرحله الورديه اللي فيها. دي الورديه ولا الزرقاء؟ لا دي الاحمر الورديه. اوكي، وهنا مع زوجته جاكلين. واضح انها كانت اصغر منه بكتير ولا ايه؟ بكتير جدا، مش كده؟ كان عندها اصغر منه ب 55 سنه. اوكي، وخلف منها وهو كبير كده؟ طب وايه بقى الايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المرحله دي ايه؟ دي برضو المرحله الورديه اللي هي فيها الاحمرات والخلفيه سوداء او زرقاء. اوكي، ده ايه ده؟ ده تمثال بالحجم الطبيعي ودقيق جدا ليه. ده ايه، فتحه في الشمع ده ولا ايه؟ فتحه في الشمع؟ لا مش عارفه شمع ولا مش شمع، بس ده تمثال مجسم ليه اصلا. شكله اكنه حقيقي، اكنه ميت. وده ده ايه ده؟ دي صوره، دي احدى لوحاته، دي المرحله الزرقاء اللي احنا بنتكلم عنها. اوكي، ونشوف ده المتحف بتاعه في باريس. متحف. طب ايه ايه سر ان المتحف في باريس مش في اسبانيا وهو الراجل؟ اعتقد ان هو عنده متحف في اسبانيا. لكن هو لانه مات في باريس واتدفن في باريس. واتدفن في باريس، مات في باريس واتدفن في باريس، وهو ما رجعش اسبانيا. مات امتى؟ مات سنه 1973. أوكي، يعني اتولد 1880. عاش 90 سنه. عاش حاجه 92 سنه، فهو عاش في باريس. وكان هل عندك فكره ليه كام لوحه؟ ليه 3500 لوحه.
3500 لغه حول العالم. ده بالاضافه بقى، يعني سيبك بقى من انه نحات وخزاف وفنان تشكيلي وابتكر اساليب جديده تماما في الفن التشكيلي، واللي عنده مراحل، المرحله الزرقاء، المرحله الورديه، والتكعيبيه التحليليه، والتكعيبيه التفكيكيه، والتجريديه والسرياليه، يعني ما سابش حاجه ما عملهاش في الفن، شاعر. اوكي. وعنده 300 قصيده. اوكي. وكاتب مسرحيتين. اوكي. بس هو 3000 تقريبا و500 لوحه، تخيلوا لوحاته بملايين الدولارات اللوحه الواحده. فال 3500 لوحه دولت هيساوي مليارات كتيره. مش بس هو كان بيعمل الاستكشات واللوحات بتاعه العروض المسرحيه والفرق الباليه مثلا. يعني اول يعني سيده في حياته او امراه في حياته كانت راقصه باليه باليرينا، اللي هي دي زوجته الاولانيه، دي كانت باليرينا في فرقه، وهو كان بيرسم اللوحات بتاعه الفرقه فتعرف عليها واتجوزها. طيب عايزك بقى كده، خلصنا الحلقه دي، خلصنا بيكاسو، عايزك تدوري لي على واحد اسمه ايميل جاليه. حاضر. ايميل جاليه ده كان سنه 1890، هو كان نحات بيعمل عنده مصنع ازاز. وكان بيعمل ازاز بطريقه معينه، مواصفات دلوقتي الفازات بتاعته بتتباع بالسنتي وغاليه جدا. جدا. وهو كان بدايه عصر الارنوفو اللي هو المودرن. اوكي. خلينا نتكلم عنه المره الجايه لو لقيتي عنه معلومات كافيه انها تعمل حلقه. طيب. ايميل جاليه. ايميل جاليه. النهارده جوجل بيحتفل بفنان جزائري اسمه محمد راسم. يعني حاجه صراحه عجبتني. محمد راسم ده فنان جزائري. فنان تشكيلي جزائري. للأسف هو معروف بره اكتر من معروف في الوطن العربي. اوكي. بشكرك يا سوسو. تعالي بقى نسمع حاجه لايه؟ للعندليب. يلا. الله اكبر. الله الله الله. سلطان بقى شويه. طبعا طبعا. مؤمن طبعًا. مؤمن مهربي، مؤمن خليل، مؤمن مهدى البروديوسر. مؤمن خليل ناوي سلطنا دلوقتي، ونسمع حاجه لعبد الحليم حافظ العندليب الحلوه، وبعديها ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم فاشن شو مع استاذه داليا يعقوب. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. الحلوة 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 برمشها برمشها السودة الحلوة 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 برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني مدتني خدتني وديتني بعيد وجابتني شغلتني نادتني خدتني وديتني بعيد وجابتني والشوق الشوق غلبني كان هيدوبني الشوق غلبني الشوق كان هيدوبني لولا ضحكتها الحلوه وعدتني بحاجات حلوه لولا ضحكتها الحلوه وعدتني بحاجات حلوة الحلوة الحلوة يا حبيبي يا حبيبي
في عيوني سهرت ليالي ليالي وطالت ايامي طالت ايامي وظل رموشك وشفايفك وظل رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي وعشانك صحيت افراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت افراحي ورقصت قدامي وشبابي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي والشوق الشوق غلبني كان حيدوبني الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوه وعدتني بحاجات حلوه ولولا ضحكتها الحلوه وعدتني بحاجات حلوة الحلوة الحلوة عنيك يا حبيبي يا حبيبي برافو أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف رجعنا لكم مرة تانية معايا النهاردة مصممة أزياء الشغل بتاعها كله مهفف زي ما بنقول كده وكله محتاج هوا علشان يبان ويبقى شكله أحلى وأحلى وهي جالنا مخصوص من اسكندرية وأهل اسكندرية دايما عندهم الكرياتيفيتي أو الإبداع عالي جدا وهي قاعدة معايا كده بالعرض الأزياء اللي عاملاه حسستني إن أنا قاعد على كورنيش في اسكندرية. خلوني ارحب النهارده بمصممة الازياء استاذة داليا يعقوب. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منورانا. ميرسي. انا جبت لنا نسمات اسكندرية وهوا اسكندرية معاكي. ان شاء الله تشرفونا في اسكندرية. ميرسي ليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا اول مرة نلتقي. تمام. فعايز اعرف كده منك بدأتي في عالم تصميم الازياء والتصنيع من قد ايه؟ من 4 سنين. بالصدفة البحتة. انا كنت طول عمري بشتغل في الملاحة. 27 سنه ملاحه. أوكي. وبعدين حصل شيفت كارير بقى بس عنيف شويه. اوكي. فكنت بحب التركيبات الالوان وكنت بحب دايما يبقى لي يعني ماي اون فيجن.
فصاحباتي كانوا دايما يقولوا لي انه عندك تيست كويس او احنا بنحب ذوقك او تعالي اعملي معنا كذا. فابتديت اعمل تركيبات من 4 سنين. طب القميشه دي كلها حرير؟ القميشه دي كلها دي الخامه الاساسيه بتاعتي. دي ايه القميشه دي كلها؟ خامه بيضاء. الخامه دي وبتترسم على الكمبيوتر. ده مش حرير؟ ده حرير شيفون. ده مش حرير اصلا. مش حرير طبيعي؟ لا مش حرير طبيعي. الامانه حلوه قوي. لا مش حرير طبيعي. طب. والناس كلها بتفتكره حرير وانا بقول لهم اصلا عامل زي الحرير بالظبط بصراحه. فهو مش حرير طبيعي بس مدينا الحرير. وانا شفت الكواليتي بتاع الجوده بتاعته في الحقيقه الجوده عاليه. كل الحاجات اللي احنا شفناها دي في الاصل ابيض وانت كل ده الطباعه الخاصه بحضرتك مظبوط كده؟ بيترسم على الكمبيوتر وبيتطبع بالطوب وبعدين بيتقسم وبعدين بيروح. حاجات حلوه قوي. الالوان تجنن والرسومات كلها احلى من بعضها. تعالوا نشوف فاصل ونرجع نشوف بقيه الكولكشن بعد اذنك. يلا فاصل ونرجع لكم. خليكم معانا لو سمحتوا. الله الله. رجعنا لكم مره تانية مع نسمات الاسكندريه وبشرفانا مصممه الازياء استاذه داليا يعقوب. اهلا وسهلا بك. انت منين في اسكندريه؟ من الرمل. مش محطه الرمل. في منطقه الرمل اسمها الرمل. فيها بولكلي وفيها رشدي. انا اساسا من بولكلي واتجوزت في نفس المنطقه يعني. اهلا بيك. اهلا بيكي. طيب طبعا انا منبهر بالالوان وبعدين انت عامله حاجه تنفع كل البنات والستات من اول انها ممكن تدي افكت العبايه لغايه افكت كش المايو على البحر. تمام. وممكن في حاجات تتلبس الصبح وفي نفس الوقت تتلبس بعد الظهر وممكن كمان تتلبس بالليل. تمام. فانت عامله المعادله الصعبه ان انت بترضي كل حد وكل بنت وكل ست. ممكن تبقى كلاسيكيه جدا، ممكن تبقى مودرن جدا، ممكن تبقى طاقه جدا، ممكن تبقى محافظه جدا، تلبس حاجتك. بالظبط. ده مقصود؟ ده مقصود جدا. علشان الناس بتختلف في أذواقها وفي اختياراتها في الألوان وفي أذواقها يعني عامة. وبحب تبقى في يومها قادرة تلبس كذا حاجة مناسبة. القفطان مثلا في كتير بيستخدموه، في ناس بتستخدمه على البيتش الألوان المشجرة فيه، في ناس الألوان الهادية بتستخدمه في البيتش ويدينجز، فدي اختيار. أوكي. طب نزلنا بقى الفيسبوك والإنستجرام. وهل عايز اعرف من حضرتك كل حاجتك بتصنعيها في اسكندريه ولا في اماكن ثانيه في مصر؟ لا في اسكندريه عشان انا بقف على كل تفصيله بنفسي. اوكي. فلازم تبقى في اسكندريه تحت عيني. اوكي. طيب البراند اسمه ايه؟ ليه اسم؟ البراند اسمه جيكوبز ديزاينز. اوكي. وجيكوب ده بابايا الله يرحمه. يعقوب. يعقوب الله يرحمه. واسم حلو كمان جدا. مميز. مميز جدا. طيب احنا خلينا نشوف اخر جزء من الفاشن شو نرجع نكمل الكلام. يلا بينا مزيكا.
الله الله الله، الحاجات كلها احلى من بعض بجد. شرفتيني ونورتيني وكل كولكشن وانت طيبه. وحضرتك بس هسالك سؤال قبل ما تمشي، في الشتاء حاجتك بتبقى ايه؟ في الشتاء بتبقى الخامه مختلفه خالص، بس نفس الستايل والمود، نفس الستايل بس الوان شتوي بس. أوكي. بس الوان برضو مختلفه جدا ورسومات مختلفه. أوكي. جدا هستناكي على الشتوي يعني ان شاء الله. اتشرفتي نورتيني، اشكرك. اهلا بيكي جدا. بشكر مصممه الازياء استاذه داليا يعقوب على وجودها معانا النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في حلقه يوم الثلاث. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير. شكرا لكم، باي باي.